السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الصف الرابع، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. لدينا اليوم الدرس الثاني وعنوان الدرس ما أجمل النظام. نبدأ في النشاط الأول، نلاحظ ونستنتج ونكتب. لدينا صورتان، الصورة الأولى احترام النظام، الصورة الثانية فوضى عارمة وعدم احترام النظام. إذن لدينا في الصورة الأولى احترام النظام والصورة الثانية فوضى. نكتب عن الصورة الأولى ما أجمل النظام، الصورة الثانية الفوضى تسبب الأخطار والحوادث. لدينا صورتان، الصورة الثالثة والرابعة، الصورة الثالثة احترام النظام والترتيب. إذن باحترام النظام والترتيب يكون النظام يوفر الوقت والجهد والمنظر الجميل، كما لدينا في الصورة الثالثة الفوضى وعدم النظام وضياع الوقت، كما لدينا في الصورة الرابعة فوضى مزعجة وتسبب ضياع الوقت في الصورة الرابعة. لدينا الآن أنا تعلمت اتباع النظام يسهل حياة الناس ويوفر الوقت والجهد والراحة والسلامة لهم ويعطي الأشياء جمالا، على العكس من ذلك الفوضى التي تسبب للناس التوتر وضياع الوقت وتعرضهم للخطر. نلتزم بالنظام في الأماكن العامة والخاصة كالبيت والمدرسة والشارع والمكتبة. لدينا الآن نشاط اثنين، نقرأ ونلاحظ ونعبر. يحب علي النظام، فهو يضع كل أشيائه من ملابس وكتب وغيرها في أماكنها المخصصة، ويصحو من النوم ويتناول فطوره ويجهز نفسه للخروج إلى المدرسة بكل راحة وسرور، بينما أخته على العكس من ذلك. فلننظر إلى الرسم واحد الذي يعبر عن حالتها، ثم ننقسم إلى مجموعة ثنائية نحدد ونكتب المشكلة في الرسم. نحدد ونكتب المشكلة في الرسم واحد. لدينا هنا الصورة الفوضى وعدم النظام وعدم القدرة على تحديد أماكن الأشياء. نستنتج سبب المشكلة، ما هو سبب المشكلة الذي نراه في الصورة واحد؟ عدم اهتمام البنت بالنظام في غرفتها. نقترح حلا للمشكلة، الاهتمام بنظام الغرفة وترتيبها. نكمل، عدم اتباع النظام يؤدي إلى الفوضى والتوتر وضياع الوقت. لدينا نشاط ثلاثة، نقرأ ونلاحظ ونستنتج. أعلن مدير المدرسة عبر الإذاعة الصباحية عن تنظيم فعاليات اليوم المفتوح، وطلب من الجميع طلبة ومعلمين الاستعداد لهذا اليوم. فبدأ طلبة الصف الرابع تحضيراتهم للمشاركة في اليوم المفتوح من خلال اللجان الآتية. لدينا هنا نرى في الصورة لجنة نظام، لجنة نظافة، لجنة استقبال، لجنة إذاعة. تم توزيع اللجان على الطلبة. نحدد احتياجات لجنة النظام والمهام التي ستقوم بها لإنجاح اليوم المفتوح بشكل منظم، ونكتبها في الجدول. الاحتياجات لجنة النظام: زي النظام للتميز، المهام المحافظة على النظام، لجنة النظافة، ميكروفون، المهام المحافظة على النظافة للمناداة. الاحتياجات لجنة الإذاعة: أوراق، المهام تنظيم الإذاعة للكتابة عليها. لجنة الاستقبال: تنظيم الاستقبال. أنا
تعلمت النظام أساس نجاح العمل وإنجازه بشكل سليم. أقوم بدوري في الحفاظ على النظام من خلال المشاركة فيه والالتزام به. لدينا هنا نشاط 4، نصمم أخطبوتا. بتمنى منكم طالبات الصف الرابع تحاولوا تعملوا هذا النشاط في البيت، إن شاء الله إنه بكون نشاط جميل تستمتعوا في عمل هذا النشاط، هو نشاط 4. هذه خطوات النشاط. لدينا هنا في نشاط 5 نلاحظ ونستنتج ساعة لتنظيم الدوام، شاشة المراقبة. لدينا هنا في الصورة الأولى ساعة تنظيم الدوام، في الصورة الثانية شاشة المراقبة. في الصورة الثالثة شاشات المغادرة في المطارات. في الصورة الرابعة الدور الإلكتروني اللي هو بيكون في البنوك مثل البنوك. أنا أتعلم تلعب الأجهزة الإلكترونية دورا مهما في تحقيق النظام، مثل ساعة تنظيم الدوام وشاشات المراقبة ونظام الدور الإلكتروني الذي يحقق النظام في المؤسسات العامة والخاصة كالبنوك والمستشفيات والوزارات والمطارات وغيرها. فهذه الأجهزة التكنولوجية بتحقق النظام في الدولة وبين في المجتمع وبين الناس. نشاط 6، نكتب الوسائل والأدوات. بتمنى منكم كمان انكم تحاولوا في هذا النشاط يكون بيتي. بتمنى انكم تقرأوا الأنشطة وتحاولوا انكم طبقوها في المنزل. بعد أن تعلمت أضع إشارة صح مقابل العبارة الصحيحة وإشارة خطأ مقابل العبارة الخاطئة. إذن نضع إشارة صح مقابل العبارة الصحيحة والإشارة خطأ مقابل العبارة الغير صحيحة. أول واحدة، اتباع النظام يوفر الوقت والجهد والراحة والسلامة، طبعا صح. ثانيا، تسبب الفوضى للناس التوتر وضياع وقتهم، طبعا صح. ثالثا، نلتزم بالنظام في المدرسة فقط. خطأ طبعا. رابعا، النظام من أسباب نجاح العمل، صح طبعا. ثانيا، كيف أحافظ على النظام في البيت؟ المحافظة على ترتيب البيت وتنظيم الغرف، أتحدث بصوت منخفض، هذا في البيت. كيف نحافظ على النظام في المدرسة؟ الحضور مبكرا والانتظام في الصعود والهبوط والنزول من الحافلة، الاصطفاف في طابور عند المقصف والانضباط في الصف، الالتزام بإشارات المرور، المشي على الرصيف في الشارع، طبعا الالتزام بإشارات المرور والمشي على الرصيف. ثالثا، اذكر أسماء 3 أجهزة تكنولوجية تسهم في تحقيق النظام. 1، ساعة تنظيم الدوام. 2، شاشة المراقبة. 3، نظام
الدور الإلكتروني في المؤسسات. وبهيك بنكون أنهينا درسنا لليوم. طالبات الصف الرابع، بتمنى منكم انكم تشاهدوا الفيديو وتحلوا الأسئلة والأنشطة بعد مشاهدة الفيديو، وتحلوا ورقة العمل إن شاء الله.